ليزامي صباح الخير عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير، نتمنى كلشي يكون هداك وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم عندي جولة في اقدم حي في الدار البيضاء. وقبل ما نبدا الفيديو بغيت نقدم لكم واحد الصديق اللي غادي يرافقني في هاد الجولة هادي، خويا سعد من مدينة قديمة. ايوا اليوم ان شاء الله غادي نكتشفوا هاد المدينة هادي، وغادي نشوفوا بزاف البلايص اللي فيها. هي كتعتبر من اقدم الاحياء اللي كاينه في كازا، وصعب هادشي اللي كاين في الساعه هذه. المهم نكتشفوها كاملين ان شاء الله. يلا نمشي. دابا حنا داخلين اكبر سوق في مدينه قديمه، سوق الملاح. ياك اخويا سعد، سوق الملاح، نشوفوا الدنيا كي دايره ونشوفوا الجو. عرفتي في الصباح بغيت نصور في الصباح والقادية عامرة ديال بصح، القادية عامرة والدنيا فهمتيني خايبة، صعيبة تصور الصراحة مدينة قديمة. واخا قديمة بزاف، ولكن الناس كتحس بيهم هنايا، كتحس بيهم فهمتيني ناشطين وشحال من حاجة. المهم هنا كما كتشوفوا كما كتشوفوا هنايا، راه تقريبا راه اغلب البلايص ديال المدينه القديمه راه كيعاودوا يديروا لهم اصلاحات والترميم ديالهم. بزاف الديور طاحوا بحال ما البلايص هادو ما عرفناش كيديروا معاها. المهم عاد شويه صداع سعد بالنسبه لهذوك الديور اللي طاحوا، شنو اش كيديروا معاهم؟ المهم هادشي اللي كاين كما قال لكم خويا سعد، بلي راه اغلبيه هاد الديور اللي طاحوا راه كيحولوهم لبلايص اخرين. المهم دابا نمشيو كما كتشوفوا، هاد هما المحارات القدام كاينين هنايا. صراحه والله حتى جو زوين، والله فهمتيني كتحس بالناس باللي متقبلين الفكره ديال انهم يشوفوا واحد هاز كاميرا واحد، فهمتيني متعودين على السياح، متعودين على شحال من حاجه. المهم حنا غاديين قضيه شويه زوينه في الصباح. حنا دابا داخلين سوق الملاح، وكما قال لي اخويا سعد داخلين سوق الملاح. هاد السوق هذا الصراحه راه كيعمر بزاف. وكما قلت لكم باللي راه مدينه قديمه، راهي من اشهر الاحياء ديال، يعني مش من اشهر الاحياء ديال كازا بلانكا. فيها هاد الصور دايره كاملين، وهاد الصور فيه ابواب بزاف. هاد الابواب هاد اشهر باب فيه هو باب مراكش اللي كيتعاودوا فيه الاصلاحات وداك الشيء. يمكن من اشهر الاحياء اللي نقدر نقول لكم هو حي الملاح، حي القناصي اللي كان الاوروبيين كيجيو ليه بزاف. فيه الاثار بزاف، فيه المساجد، فيه الكنيسه اللي ما بقاتش وتحولات. المهم حنا دابا كما كتشوفوا ها هو ورايا، دابا ندخلوا للسوق. هذا هو سوق الملاح، راه مشهور بزاف هنا مدينة قديمة. الناس في كل شيء هنايا. المهم بحال أغلبية الأسواق اللي كاينين في المدن المغربية كاملين. هنا نكتشفوا العطار كيبيع سميتو، كيبيع اللوازم ديال رمضان وداك الشيء. ها هو السوق، الناس صراحة كيبيعوا ويشريوا، كاين الحركة، تحس بالمدينة القديمة كاملة حركة. كنيسة ديال الاوروبيين
دابا راه رجعوه المركز الصحي السبيطار هيك اخويا سي رجعوه السبيطار بحال السبيطار ديال الحومه عرفتي راه عامره بزاف وصعيب الصراحه التصوير المهم حنا كنحاولوا غتسمعوا شويه الصداع المهم كما قلت لكم بلي راه اغلبيه الاحياء ديال المدينه القديمه فيهم هاد المحلات هادو ديال كيبيعوا سميتو كيبيعوا الالات الموسيقيه خلاها ساك المهم راه شويه الصراحه شويه عرفتي راه كيبان كثير بزاف المدينه القديمه راه اغلبيه الاحياء ديالها راهم شويه مضيقين انا دابا في السوق اجي ندخل المنزل اجي المهم حنا دابا راه في السوق ديال المدينه القديمه كنحس بالناس فهمتيني باقيين متشبتين بداكشي ديالي بحال متشبتين كيدير الاجواء هنا يا خويا السعيد اللي نقدر باقي الناس كل صباح مع نواف المهم هذا هو الصور اللي قلت لكم عليه اللي كيدور على المدينه القديمه كلها ومن الجهه الاخرى كاينين القلعه في كانت كاينين المدافع وفي داكشي المهم في اي مدينه قديمه كتلقاو المدافع ديالها المهم هذا هو الصور اللي قلت لكم وفي بزاف البيبان واشهر باب هو باب مراكش بالنسبه للمدينه القديمه البلايص اللي كيحيطوا بها كاينين البازارات البازارات اللي كيتباعوا فيهم التراث كتصرفوا فيهم حتى العمليات ياك اللي بغى يصرف شي حاجه وكاين سميتو وكاين البحيره اللي فيها كاع الكتب اي واحد خاصو شي كتاب كيما كان راه كاين في البحيره المهم حنا دابا غادي نمشيو لهودين السوق النموذجي هذا هو السوق النموذجي هو اكبر سوق ديال الافارقه هذا اللي كنت هضرت لكم عليه في واحد الفلوق كيتباعوا فيه بزاف د الحوايج بحال دابا هنايا صراحه كيتباعوا فيه شي حوايج ما عرفناهمش كي دايرين المهم هانتوما ما شوفوا معايا كيفاش شنو كيتباع وشنو كيدار هنايا كتلقاو بزاف الوحدين هما كيصاوبوا الراسطات كيصاوبوا بزاف الحوايج كيتباعوا دوك لي برودوي ديالهم كيتباعوا هنايا الصراحه بزاف الحوايج هنايا كيكونوا حنا دابا خرجنا من السوق النموذجي ديال الافارقه الصراحه راه الريحه عندهم راه ما يمكنش والله ما تقدرش تصبر واحد 10 دقائق تماك ما تصبرهاش كي عندهم الحوت خانز دجاج لا دجاج هكاك مجفف المهم هما كيبيعوا لي برودوي ديالهم تماك مول كيبيعوه وسميش المهم ممكن اصحاب الطاكسيات كيبغيو يمشي لعند ديالو كيبغيو يمشي للمول المهم هذا هو السوق النموذجي 40 غادي نشوف المهم الدرب اللي حنا فيه دابا كيتسمى درب قناوه الدرب هذا هو اللي كيخرجك نيشان الباب اللي كيخرجك على الكره الارضيه وداك الشيء قلنا كيتباعوا فيه الحوايج كيتباعوا فيه في اي حاجه كتلقى فيه حتى شويه التراث هنا المهم هو مقسوم ياك فيه بلاصه فيه بلاصه من اللي ديال اللي كيبيعوا الذهب وداك الشيء وهنا كيبيعوا الحوايج عاد باش كاين واحد الباب اخر كيخرجك البازارات فين قلت لكم كاين التراث تماك داك الشيء وكيتباع وكاين الاثاث القديمه وداك الشيء المهم حتى هنا غنكونوا سالينا الجوله ديالنا على مدينه قديمه نتمنى نكون انني فدتكم انا وخويا سعد اللي ما دايرش ابوني تابونا انا عندي اللغه اللي ما دايرش واللي ما دايرش لايك خلي لايك وخلي شي كومونتير ان شاء الله فراسكم ان شاء الله وادي بكم الله يعاونكم